خبر آخر في هذه الجولة، العدل والمساواة تطلع مسؤولا أمريكيا على موقفها من تعيين الولاة. كشفت حركة العدل والمساواة يوم الأربعاء عقد لقاء مع مستشارة المبعوث الأمريكي لشؤون السودان وجنوب السودان بشأن تحقيق السلام الشامل بالبلاد، في وقت أكدت فيه انفتاحها على كافة الأطياف السياسية من أجل عملية السلام. وقال الأمين السياسي للحركة نهار عثمان نهار بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية إن اللقاء تناول رؤية الحركة حول العملية السلمية وتحقيق السلام الشامل بالبلاد، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أهمية الالتزام باتفاقية جوبا فيما يخص تعيين الولاة والمجالس التشريعية وإرجائه لحين الوصول لسلام شامل، لجهة أن أي خطوة أحادية يمكن أن تنسف ما تم التوصل إليه. وأيضا مؤكدا على ضرورة إكمال ملف الترتيبات الأمنية للحركات الموقعة على السلام، وكشف نهار عن وجود اتصالات مع مختلف المكونات السياسية بغرض تحقيق السلام والاستقرار فضلا عن نجاح الفترة الانتقالية. يعني هذا الحديث أو هذا التصريح يعيدنا إلى المؤتمر الصحفي للجنة المركزية لقوى إعلان حرية التغيير التي تحدثت عن أنه تعيين الولاء والمجلس التشريعي أصبح ضرورة فرضها الواقع الآن، يعني كيف نقرأ هذين التصريحين؟ والله أنا بفتكر يعني أنا مايل لأنه الناس تنتظر الحركات، لأنه السودان ما الخرطوم يعني بصراحة، يعني في كثير جدا من القوى اللي شاركت في صناعة الثورة الآن مركزيا بتنظر للسودان كأنه هو الخرطوم وكأنه هو قضايا فكرية وعقدية وأيديولوجية يجب أن الناس يسرعوا مواصلات في حلها وكده، وأزمة مواصلات وأزمات اقتصادية وصفوف عيش وبنزين وكذا وكذا، لكن السودان ده واسع، وإنت لابد أنه أنت الآن قدام خيارين، إما أن تحقق السلام العادل الدائم وإما أنك تتشظى إلى إلى، لأنه الآن أنت في عهد ديمقراطي فما بتقدر حتى تتعامل بالقبضة العسكرية القوية مع الـ الأطراف والبتاع. فبفتكر أنه الحديث عن أنه الإسراع في توقيع السلام بيجنب الناس المنزلقات دي يعني. استاذ الشيخ، لو رجعنا للمفاوضات التي تمت في جوبا ما بين الجبهة الثورية والوفد للحكومة الانتقالية من أجل إحلال عملية السلام، أيضا من ضمن البنود الرئيسة للجبهة الثورية أن يتم إجراء إرجاء تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاء بعد اكتمال عملية السلام، ولكن إذا جئنا إلى الوثيقة الدستورية التي تنص بتكوين المجلس التشريعي مباشرة، يعني ما بين الاتفاقين، لماذا تم الاتفاق أصلا في جوبا على أن يتم إرجاء المجلس التشريعي والولاة وأيضا وثيقة تنص قانونيا على مباشرة تكوين المجلس التشريعي، هل هذا تناقض أم ماذا؟ والوثيقة الدستورية دي هي بتحكم الحكومة بشقيها المدني والعسكري، لكن الحكومة بشقيها المدني والعسكري وبوثيقتها مشت تتفاوضت في جو مع طرف آخر، في جو وسطة ودول وسيطة وأشخاص وسطة وديالوج يعني وديل يعني، فدي يعني منطقة وسطى وصلوا لها في النص يعني، أنه لكن حتى في حديث ثاني بعد ذلك جاي يتكلموا عن أنه يمثلونا وما يمثلونا وكذا وكذا. أنا بفتكر أنه يعني ما وقعوا كده براءة ونختاروا وقالوا خلاص نحن ننتظركم بالمجلس التشريعي، الحركات من الأول من قبل ما يلتقوا بها في جوبا حدثت عن أنه ضرورة تكوين الحكومة المركزية التنفيذية يمكن حتى لا تتعطل الناس، وأنه يرجع ما تبقى لإجماع أهل السودان وعودة الحركات جميعها وتوقيع اتفاق سلام معه. شكرا جزيلا أستاذ الشيخ يوسف، رئيس تحرير موقع شروق نت على الإضاءات من خلال تحرير الأخبار، كتر خيرك. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.